إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، خلق فسوى وقدر فهدى وأخرج المرعى فجعله غثاء أحوى. وأشهد أن سيدنا ونبينا وقدوتنا محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أخرجنا الله عز وجل به من ظلمات الجهل إلى نور الإسلام ومن ضيق الدنيا إلى سعة الآخرة. فاللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد في الأولين والآخرين وفي كل وقت وحين وفي الملأ الأعلى إلى يوم الدين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد عبدك ونبيك ورسولك النبي الأمي، وسلم تسليما كثيرا يا ربنا على نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم عدد ما أحاط به علمك وخط به قلمك وأحصاه كتابك. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، حب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. هذه أولى جمعات هذا الشهر الكريم المبارك، ورمضان كما نعلم هو شهر الصيام والقيام، وهو شهر القرآن وشهر الدعاء. إضافة إلى هذه الأمور التي ذكرت، أيضا هو شهر الجود والكرم، فكان النبي صلى الله عليه وآله وسلم أجود ما يكون في رمضان، وكان النبي صلى الله عليه وآله وسلم كثير الإنفاق وكثير التصدق في هذا الشهر الكريم المبارك. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم يعلم أن للصدقة فوائد كثيرة في حياة الإنسان، ومن هنا أخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم بعظم هذه الصدقات وهذا الكرم والجود الذي يعود على الإنسان من خلال الصدقات التي يتصدق بها لله سبحانه وتعالى. والآن نتحدث عن يعني ثمانية فوائد، طبعا هي الفوائد كثيرة من فوائد الصدقة، ولكن الآن سنتحدث عن ثمانية فوائد من فوائد الصدقة. فإذا الأولى أن الصدقة بسببها الله سبحانه وتعالى يضاعف لك ويبارك لك في حياتك ويبارك لك في آخرتك. يبارك لك في الحياة من خلال أن الله سبحانه وتعالى يضاعف لك المال، وهذا واضح من خلال قول الله سبحانه وتعالى: من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له أضعافا كثيرة. والله سبحانه وتعالى يخلف على الإنسان الذي أنفق، وما أنفقت من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين. وهؤلاء أيضا الله سبحانه وتعالى يبارك لهم في الآخرة، لأن الله سبحانه وتعالى يقبل منك صدقة بيمينه وينميها كما ينمي أحدكم فلوه حتى تكون مثل الجبل. أنا تخيل مثلا لما الإنسان يكون عنده مهر صغير ولا خيل صغير ويربيه وينميه، فكذلك الله سبحانه وتعالى والله المثل الأعلى ينمي لأحدنا صدقته حتى تكون مثل الجبل، وفي نفس الوقت توضع في ميزان حسنات الإنسان. الفائدة الثانية للصدقة هي أن الصدقة تكون من أهم الأسباب التي يقيك الله سبحانه وتعالى بسببها من الأمراض والآفات والمهلكات. قال النبي صلى الله عليه وسلم: صنائع المعروف تقي مصارع السوء والآفات والمهلكات. صنائع المعروف يعني المعروف الذي تصنعه سواء مع الناس أو سواء مع بيت الله أو سواء من خلال الصدقات والكرم والجود، الله سبحانه وتعالى يبعد عنك الابتلاءات والأمراض والآفات والمهلكات. ويمكن هذا أحد المعاني التي نستنبطها من قول الله سبحانه وتعالى في سورة البقرة: ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة وأحسنوا إن الله يحب المحسنين. يعني الإنسان لا يلقي بنفسه إلى التهلكة ويحسن حتى يبعده الله سبحانه وتعالى عن المهلكات. ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة وأحسنوا إن الله يحب المحسنين. وهذا واضح في قول النبي صلى الله عليه وسلم: من أدى زكاة ماله ذهب عنه شره. يعني الإنسان حينما يؤدي الزكاة ويكثر من الصدقة فالله سبحانه وتعالى يبعد عنه الشرور والأسى. الأمر الثالث أو الفائدة الثالثة من فوائد الصدقة هي الشفاء. شفاء، كما أن الله سبحانه وتعالى جعل القرآن شفاء، وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين. الله سبحانه وتعالى هو الذي بيده المرض وهو الذي بيده الشفاء، وإذا مرضت فهو يشفي. ومن هنا قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: داووا مرضاكم بالصدقة. يعني الإنسان حينما يكون مريض أو أحد أقربائه مريض، فمن الممكن أنه يتصدق بنية أن الله سبحانه وتعالى يرفع عنه المرض
أو يرفع عن أحد من أسرته بهذه الصدقة التي يتصدق بها لله سبحانه وتعالى. أيضا الفائدة الرابعة من فوائد الصدقة هي أن الصدقة تكفر السيئات على الإنسان. قال النبي صلى الله عليه وسلم: الصدقة تطفئ الخطيئة كما يطفئ الماء النار. كما أن رمضان يكون مغفرة للذنوب، فكذلك الصدقة أيضا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم هي مغفرة للذنوب وتكفير للسيئات. قال صلى الله عليه وسلم: من صام رمضان إيمان واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. وفي نفس الوقت قال صلى الله عليه وسلم عن الصدقة: والصدقة تطفئ الخطيئة كما يطفئ الماء النار. يعني كما أن الماء يطفئ النار، فكذلك الصدقة تطفئ الخطايا وتكفر السيئات عن الإنسان. الفائدة الخامسة من فوائد الصدقة هي أنها هي المال الحقيقي الذي يتبقى لك عند الله سبحانه وتعالى. لأن الإنسان سبحان الله يدور حول المال في الحياة. النبي صلى الله عليه وسلم يقول ابن آدم: مالي مالي. ولكن النبي صلى الله عليه وسلم ينبه الإنسان إلى حقيقة مهمة، فيقول له صلى الله عليه وسلم: يا ابن آدم، ليس لك من مالك إلا ما أكلت فأفنيت أو لبست فأبليت. يعني ما تأكله يفنى، وما تلبسه يبلى، أو ما تصدقت فأبقيت. يعني الصدقة هي التي تبقى لك عند الله سبحانه وتعالى، أو ما تصدقت فأبقيت. لأن الذي تأكله خلاص يذهب، تذهب لذته بمجرد أن تأكله، وكذلك ما يلبسه الإنسان فيبلى. والمال الذي يتركه وراءه هو ليس ماله حقيقة، وإنما هو مال ورثته. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم: إنما ماله ما قدم ومال ورثته ما أخر. يعني مالك الحقيقي هو الذي تقدم لك عند الله سبحانه وتعالى، إنما المال الذي تركته وراءك ليس مالك، وإنما هو مال الورث. إنما ماله ما قدم ومال ورثته ما أخر. ولذلك قال ربنا سبحانه وتعالى: قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى، بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى. ولما جاء إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم بشاه، وتصدق النبي صلى الله عليه وآله وسلم، أو تصدقت زوجات النبي صلى الله عليه وسلم بهذه الشاه، وما بقي منها إلا الكتف، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يأكل منه. فلما سألهم النبي صلى الله عليه وآله وسلم: ما الذي تبقى؟ فقالت السيدة عائشة: أن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم ما بقي إلا كتفها. يعني الكتف فقط هو الذي تبقى لك يا رسول الله. فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: لا، لقد بقي كلها غير كتفها. الجزء اللي انت الجزء اللي انت تصدقت به هو الذي يبقى لك عند الله سبحانه وتعالى، انما الجزء الذي سنأكله هو الذي سيفنى. يعني قال لها النبي، يعني الرسول صلى الله عليه وسلم بيصحح المفهوم، قال لها صلى الله عليه وسلم: بقي كلها، يعني بقيت كلها عند الله غير ايه؟ غير كتفها، الكتف الذي سنأكله والذي لن يبقى، انما الذي سيبقى لنا في الحقيقه هو الذي ايه؟ هو الذي سبقنا عند الله سبحانه وتعالى. الصدقة أحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ودي الفائدة السادسة للصدقة، هي أنها جهاد في سبيل الله سبحانه وتعالى. كثير من الناس حينما يسمع الجهاد في سبيل الله يظن أن الجهاد قاصر فقط على الجهاد العسكري والحرب إلى آخر. لا، جهاد الإسلام أنواع متعددة، ومن هذه الأنواع أن يجاهد الإنسان نفسه ويجاهد شيطانه. ومن أهم أنواع الجهاد أن يجاهد الإنسان في سبيل الله بالمال. يعني مثلا بيوت الله سبحانه وتعالى لا سيما في البلاد الأوروبية، يعني دي محتاجة للمسلم إلى الجهاد، ومحتاجة إلى تضحية. فأنت حينما تنفق على بيوت الله سبحانه وتعالى فأنت تجاهد في سبيل الله بالمال. ولذلك قدم الله سبحانه وتعالى الجهاد بالمال على الجهاد بالنفس في معظم آيات الجهاد في القرآن الكريم. اسمع إلى قول الله سبحانه وتعالى مثلا في سورة التوبة: انفروا خفافا وثقالا وجاهدوا بأموالكم وبعدين وأنفسكم، وجاهدوا بأموالكم وأنفسكم في سبيل الله ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. في سورة الحجرات يقول الله سبحانه وتعالى: قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم وإن تطيعوا الله ورسوله لا يلدكم من أعمالكم شيئا إن الله غفور رحيم. إنما المؤمنون، بيّن الله سبحانه وتعالى صفات المؤمنين. من هم المؤمنون يا رب؟ إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا بأموالهم. فقدم برضو الجهاد بالمال هنا، وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله أولئك هم الصادقون. أيضا في أواخر سورة الصف يقول الله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم
تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم. نلحظ في هذه الآيات التي ذكرتها سواء في آيات التوبة وفي آيات الحجرات أو في آيات الصف أن الله سبحانه وتعالى قدم الجهاد بالمال على الجهاد بالنفس، لأن الإنسان حينما يجاهد نفسه ويخرج جزءا من ماله في سبيل الله سبحانه وتعالى تكون الصدقة برهان على صدق إيمان. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم والصدقة برهان. أيضا وهذه الفائدة السابعة من فوائد الصدقة، الصدقة تجعلك في ظل الله يوم لا ظل إلا ظل، في 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 يوم لن ينفعك فيه شيء، يوم لا ينفع مال ولا بنون، يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه، لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه، يوم تقترب الشمس من رؤوس الناس فتصهرهم صهرة وتحرقهم حرقا، لن ينفعك في هذا الأمر إلا أن تكون في ظل الله من خلال هذه الصدقة التي تتصدق بها. وهذا واضح من حديث النبي صلى الله عليه وسلم، حديث سبع الذين ظلوم الله في ظل يوم لا ظل إلا ظله، إمام عادل وشاب نشأ في طاعة الله ورجل قلبه معلق بالمساجد ورجلان تحابا في الله اجتمع عليه وتفرق عليه ورجل دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال إني أخاف الله ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه من الدموع ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما أنفقت يمين. يعني تصدق بالصدقة في خفاء وإخلاص لله سبحانه وتعالى، لا يريد بها لا جزاء من الناس ولا شكورا ولا يريد أن يعلن عنه ولا أن يقال فلان تصدق فلان تبرع فلان اشترى للمسجد كذا فلان عمل كذا، لا هو تبرع لله وخلصنا من الموضوع. ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما أنفقت يمينه، لا صار وراء صدقته ولا قال المسؤولين بيعملوا كذا ولا المسجد وراء كذا، لا هو تصدق لله وتعامل مع الله وانتهى الأمر. تصدق بصدقة فأخفاها، خلاص هو تصدق لله. حتى شوف سبحان الله، يعني البلاغة النبوية يقول لك حتى يعني شمال الإنسان لا يعلم ما أنفق يمينه، يعني هو تصدق الصدقة ونساها، هو لله سبحانه وتعالى وانتهى ليه وانتهى منه. أيضا الفائدة الثامنة من فوائد الصدقة حول رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الصدقة هي جزء من رحمتك بوالديك والإحسان إليهما. كيف؟ أن الله سبحانه وتعالى أجاز لنا أن نتصدق عن آبائنا وأمهاتنا، وهذا جزء من الإحسان إليهما، جزء من طلب الله سبحانه وتعالى منك أن تترحم عليهما وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرة. فكونك تتصدق عن أبيك وعن أمك هذا جزء من الإحسان. ولذلك لما جاء سيدنا سعد بن عبادة للرسول بيقول يا رسول الله إن أمي ماتت أفتصدق عنها؟ قال له النبي صلى الله عليه وسلم نعم تصدق عنها. إذا أحباب رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه الأمور التي ذكرتها أو الفوائد الثمانية التي ذكرتها تجعل الإنسان حتى ولو كان شحيحا بخيلا يكون جوادا كريما. لماذا؟ حتى لا يتحسر قبل فوات الأوان حينما يكون ممن قال الله سبحانه وتعالى فيهم رب لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكن من الصالحين ولن يؤخر الله نفسا إذا جاء أجلها والله خبير بما تعملون. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.